رمضان كريم. السلام عليكم أصدقائي، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والسلامة والصحة والعافية والبركة، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر، وإن شاء الله رب العالمين بيهيئ الخير لنا وللجميع. اللي حابب يشارك معي في معايدة في رسالة حابب يقدمها يبعث لي على الخاص، وإن شاء الله رح نشوف بعض قريبا. نتمنى الخير للجميع، ولا تنسونا من الدعاء، ورمضان كريم. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، الله يعيده علينا وعليكم مسالمين. ان شاء الله تزول هالغمه وتعود الحياه الى طبيعتها من جديد. اتمنى لكم جميعا الصحه والعافيه وراحه البال. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم بالسلام ان شاء الله وطاعه مقبول ان شاء الله. رمضان مبارك. رمضان مبارك عليك، كنت في رمضان ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع، وان شاء الله البركه بالحسنات وزوال السيئات، و الله يجزيه خير سيد نور على اللفتة الكريمة. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير حبايبنا. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله جميعا، وكل عام وانتم بخير يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع، واعاد الله لنا علينا وعليكم بالخير ودائما والبركات ان شاء الله. رمضان كريم ان شاء الله ينعاد عليكم خير وسلامه وعلى الجميع يا رب. كل عام وانتم بالف خير، وسوريا الحبيبه بالف خير، وكل الناس الطيبين وكل العالم، وربي يحفظ الناس كلها ويخلصنا من هاي الغمة بحق القرآن الكريم. السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير جميعا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. 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 رمضان كريم، بنكهة الحمصية بالأراضي النمساوية في فيينا. رمضان كريم على الجميع، كل سنة وانتم سالمين. رمضان كريم، ينعاد عليكم بالفرح وبالسرور، الله يفرج على الأمة الإسلامية جميعا. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم ينعاد علينا عليكم بالصحة والعافية لشعبنا هون وشعبنا اللي في بلادنا. رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. رمضان كريم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. رمضانımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hastalıklardan da inşallah kurtulmuş oluruz bu vesileyle. Ramazan kerim, kul amantü khair inşallah. İnad aleyna ve aleykum ve ala jami' umma al-islamiyye bel khair ve selam. Ehlen ve sehlen fikum zuhur al-Sham. موجود عنا كل مواد غذائية من ناحية اللحوم والدجاج، هاي لو عنا اللحوم، لحوم فريش بإذن الله حلال، لأنه ضحينا اللحم. حتى الدجاج بإذن الله كمان حلال، لأنه كمان ذبحنا اللحم والدجاج. مواد غذائية متوفر من كل شيء، كمان اللي بدكم إياه من ناحية الرز، من كل شيء متوفر مواد غذائية. وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان مبارك. رمضان كريم. Welcome to the shopping Zuhur al-Sham. We have 4 sections: number 10, number 11, number 20, number 22, the neighbor. And the price is very, very, very nice price. And everything we have, like you can see, the flash, everything about the sheep or the cow inside or the fresh. All that is fresh. And we have the chicken too. The chicken is, we have the breast, the leg, and everything. You can take 3 pieces and all the chicken, 11 euro. It's very cheaper and is very healthy. And everyone, welcome in Zuhur al-Sham. Ramadan Kareem alayna wa alaykum, yaad alayna wa alaykum wa ala umma al-islamiyya inshallah jami'an. إن شاء الله تعالى يكون العالم كله سعيد بهالرمضان. بارك الله فيكم، شكرا لكم. السلام عليكم، إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وكل سنة وأنتم سالمين حبايبنا. وعند أب محمود والله ما في منه اللحمات. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله رمضان كريم على كل الأمة الإسلامية يا رب. السلام عليكم،
كل عام وانتم بخير جميعا، وعبيل كل سنه وتضلوا طيبين. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، صوموا تفطروا على خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كل عام وانتم بخير، ويعيد علينا جميعا بالخير وباليمن وبالبركه يا رب، وكل المسلمين بخير يا رب، ويرفع الوباء عنا يا رب. كل عام وانتم بخير. محلات خالد الجزار. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وفي كل مكان، وإن شاء الله ربنا يرفع الوباء ويرفع كل شيء عن الأمة والغمة، ويكشف عنا الضرة. وكل سنة وكل العالم كله بخير، وشكرا. وليد الصعيدي. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك على الأمة الإسلامية كلها. رمضان كريم، وكل سنة وربين يجعل عننا كلنا الخير الغمة، وربين هذه الأمور وكل شيء بعالم رام إن شاء الله. رمضان كريم.